الو، اي نعم، انا مراته. مين؟ وامتى صار الحادث؟ خبرتوا حدا من اهله؟ يا ريتك ما خبرت حدا. بقى المشفى قلت لي؟ ايه عرفته عرفته. طيب انا جاي فورا. الو، ايوه، مين؟ انا المحامي مراد. الان هبه موجوده؟ هبه عليك قدامي، وكمان خادم ضياء. بشو عاوزة؟ يلا سامعني. هبه، استاذ مراد بده اياكي. ما قال شو بده؟ لا، الله يجعله خير يا رب. ايوه استاذ مراد، خير. بصراحه ما بعرف كيف بدي اخبرك. بترجاك اذا في شيء احكي بدون مقدمات. ابن عمك فادي عامل حادث سيارة وهو بالمستشفى. الو، اي مراد. اختي، يلا اختي البسوا وجهزوا حالكم، انا مشوار الطريق جاي لعندكم، نطلع سوا. اي اختي، ما في شيء ما في شيء، يلا انا مشوار الطريق بس. ماشي اخي، ماشي ماشي، رح نجهز حالنا ونستناك. انتبه اخي على الطريق، الله يوفقك. الله معك. خير خالي؟ شوفي ابن عمك فادي عمل حادث سيارة بعد ما طلع من هون. يلا هبة، يلا حبيبتي، قومي البسي على بين ما يجي مراد. بدي روح معكم. لا حبيبي، ممنوع تروح على المستشفى بالليل. بدي روح. ما بصير يا حبيبي، انت بتنام عند عمو ابو ضياء. يلا هبة. يلا يا هبة، يلا قومي قومي، دخيلك يا الله، ليش هيك عم بصير؟ قومي البسي. خير امي؟ في شيء؟ لا امي ما في شيء، بس لقيت حالي قلقانه ووجعني نوم، قلت لحالي لحتى اطمن عليك وعلى اخوك. الحمد لله طمنتيني. شو بكي امي؟ ما بعرف يا امي، قلبي قامت، ما بعرف شو بني. فتت على غرفه اخوك لقيتها فاضيه وسريره لساته مثل ما هو. كون سهران مع شيرفي من رفقاته. امي، انت شفتي اخوك اليوم؟ ايه. انت شفتي؟ بعد ما رجعنا من زياره عبد الهادي مر لعند هبه شوي. شو في امي؟ اخ يا بنيتي، هذا اخوك ما رح يركز الا عجواز. يا رب يا رب تزيح الغمه لجوزكم وافرح فيكم وارتاح بقى. امين يا رب. مين ممكن يكون عم يدق على الباب بالليل؟ ما بعرف. لشوف. خليكي امي خليكي، انا رح بفتح، بس حطي عليك شيء ليكون حدا غريب. مين؟ انا المختار ابو هاني، وفي معي شرطي، لو سمحتي افتحي الباب يا اختي، افتحي. خير، شو بتريدوا؟ لو سمحتي افتحي الباب، عنا كلمتين مهمين بدنا نقلكن ياهن ونمشي. يعني ما كان فيكن تأجلوها للصبح؟ يا اختي افتحي الباب وخلصينا. الامر بخصوص ابنكم فادي، مو هاد بيت فادي محمود الناعمي؟ مزبوط. افتحي لكان.
خير يا اخي، شو ابني فادي؟ طولي بالك يا اختي، طولي بالك. من شان الله تحكوا، اخي فادي صار له شيء؟ بصراحة يا اختي ابنكم فادي صار معه حادث وهلا نقلوه على المستشفى. شو؟ يا ليلي يا ابني. خبرتوا العناية؟ كل شيء جاهز. عازل لك شوي الله يخليك. يلا يلا، ليكني خلصت، وين المريضة؟ بالإسعاف، حاطين لها الأكسجين. ماشي الحال، لك أنا هند روح جيبوا المريضة وتعالوا خذوا الأوراق. حاضر، أنسي هند بسرعة الله يخليك. تكرم تكرم، يا هند لو سمحتي حضري النقالة. حاضر دكتور. طمني دكتور. إن شاء الله خير، طولي بالك. أمي. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا يا رب يا الله يا عالم الأسرار، أنت الوحيد اللي عارف بحالي، أنت الوحيد يا الله اللي عارف إني مظلوم وبريء، أنت الحق يا رب، خد لي حقي من يلي ظلمني يا الله. طمنيني يا انسه. طمني الحمد لله احسن بكثير. يعني منحسن نفوت نشوفه؟ صعب، الدكتوره نبهت ما تدخل حدا لعندها. طيب معلش لو من بعيد بس. يا اختي ما بحسن، الدكتوره لساتها عندها، عن اذنكم. يا رب يا رب تساعدوا توقف معهم يا رب. طولي بالك باذن الله ليقوموا بالسلام. يا رب دخيلك، امي واخي بيوم واحد. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم. وين أنا؟ وين أنا؟ الحمد لله على سلامتك. شو صار؟ لا تتحرك. شو صار لي؟ خليك مرتاح، لا تحكي مشان ما تتعب. بدي اشوف اختي، بدي اشوف اختي وهبة والمحامي مراد، بدي اشوفهم ضروري. رجاء لا تحكي، دكاترة مانعينك على الحكي والحركة. قلت لك ضروري، ضروري شوفهم. بعدين، بعدين بشوفهم. بدي الدكتور، بدي الدكتور. طيب طيب، بعتولي الدكتور. طول بالك، رح نادي لك للدكتور بسرعة. ماشي طول بالك، روح غسان نادي للدكتورة بسرعة. حاضر. مو معقول، مو معقول، ما عم اقدر صدق اللي سمعته ابدا. هي هي الحقيقة يا استاذ مراد، السيد فادي عم يتعاطى الابر المخدرة. صدقني هي هي الحقيقة. خير غسان، المريض صار له شيء؟ المريض صحي وطلب اني اشوف اهله بالمحامي. تفضل استاذ مراد. تفضلي.
تشوف اختي وهبة والمحامي مراد هسه بتريديه. طيب هلا بنعدي لك لهم، بس انت لازم ترتاح وما تحكي كثير. طيب بس ضروري اشوفهم. طيب طيب في موضوع كثير مهم لازم احكي لهم اياه. طيب رح نعدي لك لهم، خليك تشوفهم بسرعه. بسرعه اذا بتريدي. مصر يشوفكم ضروري، بالظاهر في عنده شيء مهم بده يقولكم عليه، بس يا ريت تديروا بالكم ترى حالته مو متحملة ابدا. بس اخته بنت عمه بالطابق التحتاني. تفضل شوفوا انت بالاول بلكي مشي الحال. حاضر. وهذا الاستاذ مراد، وبعد شوي رح تجي اختك وبنت عمك. استاذ مراد سامحني، سامحني يا استاذ مراد. سامحك على شو؟ بدي سامحك؟ وين هبة وفادية؟ ليش ما اجوا معك؟ استاذ مراد ارجوك لا تخبر امي، ما بدي اياها تزعل مني، بدي اياها تضل رد يعني علي. طيب طيب لا تنفعل، اهدى واحكي لي شو هالشي المهم اللي بدك تقلنا اياه. بس لا تجي فادية وهبة، رح اقول لكم كل شيء. ماشي الحال، بس يعني ممكن افهم بخصوص شو بدك تحكي؟ خصوص عبد الهادي. عبد الهادي؟ عبد الهادي بريء، بريء ومظلوم. عبد الهادي لا قتل ولا سرق. لك مين اللي قتله؟ فادي ارجوك تقلي مين اللي قتل هالشوكت. حاضر حاضر انا رح ناديلهم. شو القصة؟ ابن عمو عبد الهادي متهم بجريمة قتل وسرقة، وكل الأدلة والبراهين بدينه، ويمكن يروح فيها أعدام. الظاهر في عنده معلومات هامة مخبية علينا. معقولة؟ هيك الظاهر. ممكن استخدم هاتف؟ طبعا طبعا، تفضل على غرفتي. أنا رح أبعت خبر لأخته ولبنت عمه ورح أعطيه إبرة مهدئة حتى ما ينفعل. شكرا دكتورة. سمعي نادي لي لهبة وفادية بسرعة. بس حاضر، أعطيني إبرة مهدئة. هدي. بعتقد حاجة، هي اطمنتوا عليها والحمد لله، فتفضلوا بقى لو سمحتوا. يلا هبة، امشوا نطلع لبرا خليها ترتاح. مرحبا، مين هبة وفادية؟ نحن. تفضلوا معي لو سمحتوا. خير في شيء؟ مريض برفع شوين طالب يشوفكم. اخي فادي صحي؟ اي نعم. الف الحمد لله يا ربي، الف الحمد لله. طيب وماما ما نتركها لحالها؟ لا تاكلي هم، روحي انت، انا بقعد عندها، بس ارجعوا بسرعه طمنوني. ماشي، يلا فادي. ايه ربي يحرسك ويحميك ويحمي كل الاطفال. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمه يا رب. طبعا انا اسف للازعاج ابو يامن. ولا يهمك استاذ، المهم نطلع بنتيجه. باذن الله رح نطلع بنتيجه ان شاء الله ان شاء الله. شو رايك دكتوره؟ الحقيقه وضعه شبه ميؤوس منه، لكن نحن علينا نعمل واجبنا تجاهه والباقي على الله. ونعم بالله. لا اله الا الله. طيب بالنسبه لاخته وبنت عمه واهله شو الموضوع؟ مصر يشوفهم ورافض يحكي اي كلمه الا بوجودهم. بس يا ريت تنبهوا عليهم ما يبكوا قدامه حتى ما ينفعل. حاضر انا بحكي معهم. تفضلوا. تفضل. يلا. مساء الخير. مساء النور. مثل ما فهمتكم، اوعكم تبكوا قدامه، خلوا الابتسامة على وجوهكم حتى لو رسمتوها رسم. ايه لو سمحتوا، لأنه حالته ما بتتحمل أبدا. تفضل. فادي فادي حبيبي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
أهلين سيادة المقدم. أهلين فادي. أستاذ مراد، بالرغم من أنك محامي ناجح، بس ما قدرت تثبت براية ابن عمي. هيبة، أنا طلبتك لحتى أعتذر منك. بدي إياكي تسامحيني. أنا تصرفت معك غلط. وزيت عليكي بالكلام. فأرجوكي إنك تسامحيني. فادي، أنت بتضل ابن عمي وخطيبي. بتمون علي. طول عمرك أصيلة. كريمة وأحسن مني. أنا فعلاً ما بستحقك. هدي خلاص، حاجة تحكي الحكي. الله شد حيلك مشان كلياتنا ندور على مرأة عبد الهادي. مين لكان يا فادي اللي ارتكب الجريمة؟ بدك تعرف مين هو يا سيادة المقدم؟ يا ريت، تفضل. راح أقول لك عليه. ومنيح اللي فتحت مسجلة لحتى تسجل. ولا يهمك سيادة المقدم. اتركي مسجلة شغالة. احكي فادي. احكي مين قتل خالي. احكي. مين اللي قتله فادي؟ مين؟ أنا اللي قتلته لشوكت. أنا اللي قتلته سرطان مصاري. وعبد الهادي. أوعك تكون عم تتهم حالك يا فادي لحتى تبرئ ابن عمك. ترى اعترافك هاد ما رح يغير شيء أبدا إذا ما اقترن بالأدلة والبراهين. أولا لأنه ابن عمك، وثانيا لأنك ما في داعي تكمل سيادة المقدم. كل شيء بدكم إياه رح أقولكم عليه. رح أدلك على كل شيء. طيب ليش؟ ليش فادي؟ ليش هيك عملت؟ ليش قتلته؟ انت كنت مزنوق وبحاجة لمصاري. انت بحاجة لمصاري؟ ايه كنت بحاجة لمصاري. لكن لمين كل هالمصاري اللي معنا معك؟ لشوكة الدافي. معقولة؟ شو؟ اي نعم، لازم سدد الديون عليه. في سندات باسمي، مديون بمبالغ كبيرة. لمين؟ لسعيد العازب وجماعته. أصحاب المكاتب اللي كانوا يترددوا عليك وتتردد عليهم؟ هن اللي دمروني. هن اللي ورطوني. خلوني أقتل وأسرق لحتى أجيب له مصاري. كيف يا فادي؟ كيف؟ ممكن تقولنا كيف دمروك؟ معقول الدكاترة ما حكوا لكم؟ ما قالوا لكم على الإبر اللي بجسمي؟ إبر؟ أبر شو يا فادي؟ أبر المخدرات يا سيادة المقدم. خلوني أدمن عليها. ورطوني بلعب القمار. سحبوا مني كل شيء بحجة السلاح. ورطوني مستندات. خلوني أغرق بالديون. ولا شو يطالبوني فيها. صاروا يهددوني بتقديمها للمحكمة.
ولا أبي. أنا خفت، خفت يخبروا أبي. أبي مريض بالقلب، خفت يروح فيها يا فادية. خفت يخبروا إنه أنا عم بتخطى أبار والعب أمار. يوم من الأيام أهلين بابا، شو بك؟ شايفك مو على بعضك، عم يجعك شيء؟ عم يجعني راسي شوي، كنت واقف بالشمس اليوم. الله يصلحك ويهديك، حدا بوقف بالشمس لأمي؟ كان في معاملة لواحد عم خلص لي إياها قدام الجمارك. ما قلتي لي شو أخبار عبد الهادي؟ يا سيدي عبد الهادي الله يعينه، حاطط هالمصاري وقعد ناطور عليهم بالشركة. مصاري شو؟ 8 ملايين ليرة، حق شقة اشتراها خالي شوكت. فادي جيب لك شي حبة وجع راس؟ معلش اختي هلا بكن علي. يلا بالاذن يا جماعة انا لازم امشي. لوين امي قاعدة؟ عندي شغل ضروري لازم امشي. يا ابني والله مشتهي اقعد معك شي قعدة طويلة هيك مع العيلة. وانا جاي على بالي اسهر معكم، خلص اليوم بحاول ارجع بكير. امي حبيبي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، ريح حالك شوي. صدقيني امي الشغلة ضرورية كثير. تركي تركي هو بيعرف مصلحته أكثر مني ومنك. روح ابني الله يرضى عليك. خاطركم. الله مع السلامة، موفق إن شاء الله. حسيت حالي تعبان، أخذت إبرة قعدت شوي لبين ما ارتحت، بعدين طلعت رحت على مكتب شوكة الدافي. ما بعرف شو بدي لك يا مرتي، بصراحة أنا محتار وخايفة كيف رح أترك 8 مليون ليرة خزنة المكتب من غير حراسة. نعم؟ لا لا، قلت له لخالي خليني انتظرك هون لبين ما تجي رفض. قلت له طيب خليني أخذهم لعندي على البيت أو مر لعندك وأعطيك إياهم، كمان رفض وقال لي لا اتركهم هون بالخزنة وروح أنت على البيت. قال لما بيرجع الليل من السفر بيمر على طول على المكتب بياخذهم وبيتصل فيه على البيت وبيخبرني مشان يطمن. ها؟ طبعا طبعا اكد لي جاي لين. لا لا ما حكى مستعد. بعتقد يعني مو قبل الساعة 11. لا لا ما راح طول، 5 دقائق. بس لبين ما يرجع بصبر نص. ربع ساعة ربع ساعة. يكون رجع. بعدين يا فادي بعدين. حملت حالي ورحت على المكتب لقيت سعيد العازب وجماعته عندي، شربوا قهوة وطلبوني من مصاري وهددوني وحملوا حالهم ورحوا. فكرت ما لقيت حل قدام مني غير المصاري الموجودين بخزنة شوكة الدافي. بدي المفاتيح لأدخل على المكتب، ما في غير المفاتيح موجودين بي مع عبد الهادي. رحت
سرقت المفاتيح من جيبته. شلون سرقت المفاتيح من جيبته؟ قصدي كيف دخلت على البيت؟ مفتاح. ليش معك مفتاح؟ مالك مفتاح؟ مرة اعطتيني مفاتيحك مشان اعمل نسخة مفاتيح لعيسى. ما تسويت نسخة وخليتها معي. طيب ليش المفاتيح؟ ليش؟ هذا اللي حصل. بعدين يا فادي، كمل كمل يا فادي، شو صار؟ فكرت اني استنى عبد الهادي مشان اروح اراقبه. سمعت صوته وهو ابو عمر جاي لعندي على المكتب. مين؟ اهلين وسهلين استاذ عبد الهادي. اهلين ابو عمر، كيف صحتك؟ الحمد لله، انت كيفك؟ نشكر الله الحمد لله. شو عنده حدا؟ كان في عنده ناس قبل شوي ومشوا. تفضل شرف. ويزيد فضلك. ميت اهلين. اهلين اهلين عبد الله. مرحبا فهد. اهلين اهلين. تفضل تفضل تفضل. شرفوا. اثنين قهوه. على عيني وراسي. شو يعني اذا الواحد ما اتصل فيك وما اجى لعندك خلاص ما بتسال؟ شغل عبد، شغل. صدقني الشغل لفوق راسي. شغل شغل. ليكني عم اشتغل وعم اروح وعم اجي. خلاص معناتها كون احسن مني وتعال شوفني. انا عن جد عم بحكي معك. وانا جد عم بحكي معك. شربت قهوه انا وعبد الهادي. بعدين قال لي بدي اروح لعند راميز. أصريت إني وصله، وفعلاً وصلته. هاي وصلتك يا سيدي، وأنا مستعد أنتظرك لحتى ترجع. أنا آسف عزبتك كثير، ولا قال لك أنت عزبت حالك. ولا يهمك، أنا بحب أتعزب. ومال زين، خلينا نطلع نقعد ربع ساعة وبعدين تنزل مرة تانية. المهم سلم لي عليه. الله. شو روح ولا استناك؟ لا لا، وانت ما قلت لي عندك موعد مع صاحبها؟ مزبوط، عندي موعد. مع ذلك مستعد أنتظرك. يا سيدي انت وصل لي إخواتي وكتر الله خيرك. على عيني وراسي. يلا خاطرك. مع السلامة. نزلت قدام بيت راميز، مشيت شوي، بعدين رجعت وقفت بقرنعت كتير. بعد ربع ساعة، تلت ساعة تقريبا، ما شفته إلا طلع.
تفوت على الحمام احسن شيء. ورحت فورا على مكتب شوكة الدافي.
لك يا كلب. أما تسألني حقيرة واطي لك أنا اللي بدي أسرع عمرك قبل ما تمد إيدك على تجيب الأموالي. لك أنا بدي لك تاك. شايف اللي انا شايفه؟ طبعا شايفه. يا ترى منو هاد؟ شايفك يا ملبك مثل شو حامل. انا رايي انه ناديله ونتعرف على شخصيته. يلا. وينك يا اخونا؟ يا شب انت اللي حامل الشنطه. يا اخ يا استاذ يا سيد. وقف هنا. وقف عندك. وقف الجهاز ورجع احرس البنايه اللي طلع منها. توفيق تعال تعال. لك وقع ورد هرب مني. لك خليه يهرب وين ما بده. شو هاي؟ وين بده يروح يعني هويته معنا؟ صحيح؟ ايه شوف. ورحت فورا للمحل اللي وقفت فيه السيارة. ركبت ومشيت. رحت لأرنة بعيدة عن بيتنا شوي. خبيت المصاري فيها ورجعت على البيت. لقيت ولاد عمي هبة وهيثم لساتهم سهرانين عنا. سهرت معهم شوي مع اهلي وكاني ما في شيء. بعد شوي رحت وصلت ولاد عمي على بيتهم ورجعت. والباقي كلكم بتعرفوا. ليش هيك يا فادي؟ ليش هيك عملت؟ غلطت بحقنا بحق حالك. هذا اللي صار. هذا اللي صار. وبعدين يا فادي شو صار بالمصاري؟ قصدي شو سويت فيهم؟ سديت الديون اللي علي لسعيد العازب وجماعته. الديون اللي تراكمت علي من حق السم. السم اللي باعوني اياه. كل المصاري؟ لا لا لسه في معي شوي. والباقي حاطين بشنطة سامسونايت. السيفة ببيتنا. طيب فادي بتعرف شي عنوان هذا سعيد العازب وجماعته؟ أنا بعرف عنوانهم يا سيادة المقدم لأني سبق وراقبتهم.
ماشي الحال. هبة صحيني صحيني هبة. هديها صحيني يا أختي. أختي سامي صحيني. راجعون. يعطيك العافية يا أم صبري. الله يعافيك يا دكتورة ويطول عمرك يا رب. يلا بالإذن. الله معك دكتورة. صحتك وصحة الجنين ممتازة كثير والحمد لله. الحمد لله، الله يتم مشي على خير. آمين. المهم هلا تضلي محافظة على صحتك وصحة الجنين، وقد ما فيك تمشي امشي لأن هالشي بيساعدك بالولادة. حاضر. وبالنسبة للمقويات لا تهمهم، بتضلي تاخذي يوم مثل ما فهمتي. أم محمود؟ نعم. ما تنسي تجيبي الدواء اللي قلت لك عليه وتعطيه إياه أول بأول وبمواعيده. على عيني. تفضلي نشرب قهوة سوا. لا شكرا تأخرت، صار لازم أرجع على العيادة. مثل ما بتريدي. تفضل. يلا عن إذنكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فيها. ايه بس انا كنت عم بلعب فيها اول. بدي شوفها. ماما شوفي ما بيخليني العب. ماما هي اللي عم تحرش فيني. لك شو قصتكم؟ ما كن شايفين خالكم قاعد؟ يلا لجوا. يلا ماما يلا. ايوه. وامتى رح يفرجوا عن هالمسكين؟ تفضل اخي. يسلموا ايديكي. هو قبل ما تنعاد محاكمته يا صاحبي. وامتى بدهم يعيدوا محاكمته؟ مو مطولة. قربت ان شاء الله هالاسبوع بينتهي كل شيء وبيرجع لاهله. مين كان يقول انه كل هالشي يطلع من ابن عمه؟ بصراحة انا كنت شاكك فيه من الاول بس ما عندي ولا دليل ضده. يا جماعة انا لهلأ مالي مصدقة. ما عم تدخل بمخي هالقصة. معك حق. ما حدا بصدقها ولا بتدخل العقل. ابن عمه خطيب اخته؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله. لا شو هالزمن يا رجل؟ معقول؟ مع اني انا من زمان مالي مرتاح لهالبني ادم وخصوصي ليلة تهجموا على أولاد عمه. هلأ اتركنا منه ومن سيرته. الرجال مات وارتاح وما بتجوز عليه إلا الرحمة. معك حق. إيه الله يلعن الطمع وساعته ويجيرنا مشي أعظم ويغير ما بنفوسنا. آمين يا رب. الحمد لله. خدي يا أمي. صحة وهنا. الله يسلمك يا رب. لا الحمد لله مرتاحة. صحتك صارت أحسن. الحمد لله يا بنيتي. شو رأيك يا مرتعم وتجي لعنا كم يوم تغيري جو؟ ماما أنا رأيي ننتقل على بيتنا الجديد طالما صحتك تحسنت. لا لا كل شيء لهي. هذا البيت عشت فيه كل عمري أنا وأبوكي الله يرحمه. ما بترك البيت هذا ما بتركه. يا أمي مشان هيك لازم ننتقل. لازم ننسى بقى. مرتعم فادي عم تحكي صح. لكن أنا يا بنيتي يا أمي الله يخليك أنا ما عاد أقدر. أنا كيف ما تلفت بهالبيت عم شوف صورة بابا وفادي الله يرحمه. ما عاد أقدر استحمل. خلص أمي خلص. خلص حاضر. الله يرحمك يا أبو فادي. ولي على قلبي. ضل كل عمره يركض لحتى يجهز البيت مشان يفرح فيكم كلكم.
وهم لحق يفرحوا لي علي يا ابو فادي. خلاص مرت عمو خلاص، البركه فيكي. شو عم تفكري حبيبتي؟ ليش عم تبكي؟ والله يا محمود ما بعرف شو بدي اقول لك. انا محتاره، محتاره كثير. كنت عم فكر بالشي اللي عملته. يا ترى كان معي حق ولا كنت غلطانه؟ طالما عم تسألي نفسك السؤال معناها انت ندمانة، ومو عيب الانسان يغلط، بس العيب انه ما يتراجع عن غلطه، ويا ريت كل واحد منا يعرف حاله انه غلطان ويرجع عنه. يا ريت توبري ان شاء الله حبيبة قلبي. الله يرحمك يا حجك، الله يرحمك. أنا قلبي كان حاسسني إنه عبد الهادي بريء، لأني بعرفه منيح، مستحيل يقتل. وطالما قلبك كان محسسك إنه بريء يا خانم، ليه صدقتي كلام الناس وكذبتي قلبك؟ من كتر ما نقوا فوق راسي وكل الأدلة كانت ضده. بعدين نبيل ما في داعي لكل هالحكي. إيش بك اندقرتي؟ جرحنا مشاعرك الرقيقة يعني؟ نبيل الله يخليك تفهمني، عبد الهادي بالنسبة إلي أخ، أخ وبس. استغفر الله العظيم، مرفت حقك علي، أنا آسف. خلص خيتو؟ خلاص ماشي، رح أقوم ساوي لك كاسة شاي. تقبرني خس الجوع. ايه حبيبي هلا ماما. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا امي. خذي العافيه ماما. الله يعافيك يا امي، خذي هالاكياس على المطبخ. يلا امي روحي. يلا ماما. شو حبيبي جوعان؟ ايه خذ الجوع. ايه والله الف مبروك، الف مبروك يا استاذ عبد، والله كانه انا طالع من السجن. الله يحييك معلم، عبال عندك ان شاء الله. ايه لك مين كان يصدق انه يكون ابن عمك؟ فعلا انا نفسي مو مصدق، ماني عارفان شو بدي اقول يا مالي. لا تقول شيء، لا تقول شيء، الله يرحمه بضل ابن عمك. وانت ما دنا قصيده يا استاذ عبد. ايه يا شباب مور، هاي القعده على شرف الاستاذ عبد الهادي، ناسبت تبرئته وخروجه بكره من السجن. مور يلا بشاكوش لعيونا زازه شويه هيك لعيونا. يلا يا شباب بدنا غنية على شرف الأستاذ عبد الهادي، كف لأبو الفوز يا شباب. أوبا أوبا يا ماي يا ماي يا شباب الحاضرين، انتوا عيني وراسي والكرم والطيب اخدينه وراسي. تسلم يا طيب. يا يمان بخروج خيي عبد الهادي اليوم لا نعمل عراسي، جوم السما رح تغني طراب يا بيي. يا باي اهلا وسهلا، شرفونا احبابنا. اهلا وسهلا. شرفونا
الطيب حسام البيت يا غربي، يا يابا يا طيب حسام البيت يا غربي، يا طيب فارقنا الحبيب اللي كان طيب. يا يابا انا كل ما اقول، انا كل ما اقول جرح القلب طيب يطيب ويلكم بفقد الاحباب حبيب. يا يابا يا يابا لك عدلك على الدرب قعود سمايا ما ينسون، لك عدلك على الدرب قعود سمايا ما ينسون، خلنا نشعر من استاذ عبد. الله يبارك فيك يا معلم. مبروك استاذ ابو شاكوش. لعيونك طيب الشباب. تفضل. لك يسلموا. تفضل استاذ عبد. يسلموا. هات لنضيف الشباب ضيف. لك على راسي انت. شرف شباب. إيه. الله يسامحك يا خليل، يا ما نصحتك يا خليل ما سمعت كلامي، شايف لوين وصلتنا. الله يسامحك يفك أسرك يا رب. لك أبو صبري ولك اهدى بقى، بدي أعرف نام. لك ما تنام، مين منعك؟ شلون مين مانعني؟ لك ايش ومبلي بداء النار زان، لسه على هزوزه يمين وشمال وشمال ويمين، ولك انام نام، خلينا ننام لنا ساعه زمان قبل ما يطلع الضوء. ولك ويطلع، شلون بدي نام؟ شلون بدي نام والاستاذ عبد الهادي بكره طالع وانا بقيان هون شلون؟ ولك شو بدك فيه؟ شو بدك فيه؟ الرجال طلع بريء، شو بدك فيه؟ كله منك انت، انت السبب. لا تخاف ساري، انت عم تشتغل مع عزم وزن، مع واحد عتيق، مع صاحب خبره. ولك هاي هي خبرتك الطويلة يا أبو خبرة؟ شو بنا أبو صبري شو بنا؟ لكل حصانة وله كبوة. بس بكرة بتشوف، بكرة ساعتها بتكون اختمرت بقى تجربتي وخبرتي الطويلة، وساعتها راح نضرب ضربتنا. تضرب يا بدري تضرب، مو نضرب. لك أنا خلص توبة، يحرم علي مد إيدي على قرش الحرام، أنا خلص. بس اطلع إن شاء الله راح التفت لبيتي ولولادي ولشغلي ولمرتي. مرتي اللي حرام واحد مثلك يكون أخ لها. أخس عليك، أخس عليك يا صهر، داري ما بينشد الظهر فيك بنوب.
كانت باطلة ومحولة هذيك الساعة اللي طاوعتك فيها وسمعت كلمتك. يا ريت الرجلي تكسر ولا مشيت معك بهالطريق. أخي عبد الهادي، مرة ثانية بقول لك الحمد لله على السلامة، وأرجو إنه ما يكون لك أي مأخذ علينا كرد فعل على مجريات التحقيق، لأنه ترى نحن كنا عم نقوم بواجبنا. بالعكس يا سيادة المقدم، أنا سعيد جدا بالجهود اللي بذلتوها أنت والشباب في سبيل إثبات براءتي. ولو هذا واجبنا. أبو يامن الحبيب، تفضل. ممكن أسألك سؤال؟ أهلا وسهلا. بصراحة حابب كثير أعرف شو صار بسعيد العازب وشلته. يا سيدي، هدول زملائنا مكافحة المخدرات ألقوا القبض عليهم من تاني يوم وبالجرم المشهود. الحمد لله، طمنتني. يلا اسمح لنا. لوين بدنا نتغدى سوا؟ هون؟ لا. لما بيعزمنا عبد الهادي على عرسه. إيه، على عرسه. واردة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا مرحبا. يا مرحبا. الله معكم. السلام عليكم. السلام. أهلين. أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هاي سلام حبيبي. السلام يا اخي. الله يسلمك. كيفك؟ اهلين اختي. اهلين. كيفك؟ اهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا اخي رامي زينب، بشكرك كثير سيادة المقدم، حكى لي كل شيء وعن كل جهودك اللي بذلتها لاجلي. عبد لا تحكي اي شيء، اللي سويته هذا واجبي، المهم هلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انا اسفة رامز، اسفة كثير انه اسأت فيك الظلم. ما في داعي للاسف يا هبة، انت من حقك انك تزعلي وتسوي اللي بدك اياه، لأنه كان باعتقادك أني أنا خنت الخبز والملح. وصدقيني ماني مزعوجة أبدا، بالعكس أنا سعيد جدا، أولا لأني ساعدت العدالة، وثانيا لأني ساهمت بإنقاذ حياة إنسان بريء. بقى كيف إذا كان هالإنسان هو عبد الهادي أخي ورفيق عمري؟ يلا يا جماعة تفضلوا، خلوني أوصلكم. شرف أستاذ مرة. تفضلوا. أهلي رامز. أهلا. مع السلامة. الله يسلمك. يلا. ما قلتوا لي شو رأيكم؟ أنا بالنسبة لي ما عندي أي مانع أبداً. شو رأيك مراد؟ طالما أنتوا هيك شايفين كمان أنا ما عندي مانع. ماما هتاخدونا معكم؟ إذا ما بتعذبوني باخدكم. حاضر، منوعدك ما نعذبه. طيب لنشوف الأسبوع القادم إذن منزورهم ومنبارك لهم بالبيت الجديد. طيب أنتوا شايفين إنه الوقت مناسب هلأ؟ خلصنا مراد، يعني ما إلك تلتين الخاطر؟